دخلت شاحنات مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم اليوم الثاني على التوالي. وأفاد مراسلنا بأن الشاحنات التي تحركت من معبر رفح باتجاه معبر كرم أبو سالم تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة سيتم تسليمها إلى الأمم المتحدة على الجانب الفلسطيني. المزيد مع الزميل كريم رجب. هنا معبر كرم أبو سالم الواقع في أقصى الحدود الشرقية المصرية، وهو نقطة التلاقي مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا المعبر أضحى اليوم الشريان الأهم مؤقتا لدخول مساعدات إلى الفلسطينيين في إطار الاتفاق الذي جرى بين الرئيس المصري ونظيره الأمريكي. من المنطقة اللوجستية في محيط معبر رفح البري قطعت هذه الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية مسافة أقل من 3 كيلومترات وصولا إلى هذه النقطة، وهي تنتظر إشارة العبور إلى قطاع غزة. لكن العبور من هنا ليس سهلا، فسلطات الاحتلال الإسرائيلي تفرض إجراءات تعسفية معقدة لمرور تلك الشاحنات. طارة تشترط تفريغ حمولة الحاويات ثم يعاد تحميلها مرة أخرى على الرغم من توافر أجهزة الفحص السيني والذري، وطارة أخرى تغلق بوابات المعبر بحجة انتهاء ساعات العمل. لكن على أي حال، هذه المساعدات يتسلمها فريق من الأمم المتحدة ويتولى عملية توزيعها في قطاع غزة. منذ أن سيطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي على معبر رفح الفلسطيني لم يدخل لقطاع غزة سوى 906 شاحنات مساعدات، سواء من المعابر الأخرى كمعبر إيرز أو حتى من الرصيف العائم الذي دشنته الولايات المتحدة الأمريكية، وهذا بواقع 50 شاحنة يوميا، أي ما يعادل 10% فقط من الاحتياجات اليومية لسكان القطاع بحسب البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة. المنظمات الدولية جميعها أكدت أنه لا بديل عن المعابر البرية لدخول المساعدات لأنها الأكثر قدرة على استيعاب كم كبير من الشاحنات، ولا سيما في ظل المجاعة التي تتسع رقعتها يوما بعد آخر. منذ اللحظة الأولى وظفت إسرائيل الملف الإنساني ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن في المقابل كثفت مصر من جهودها لتذليل تلك العقبات واحتواء الأزمة الإنسانية في القطاع المنكوب. من الخط الفاصل بين الحدود المصرية والأراضي الفلسطينية، كريم رجب، إكسترا نيوز.